فيا من تؤخر التوبة، يا من تؤخر التوبة، إلى متى؟ إلى متى؟ من لك غير الله؟ من لنا غير الذي لا إله سواه؟ من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحشاه؟ من لنا غيره لو ابتعدنا عنه وهو صاحب الفضل والمنة؟ فما أسعدها من لحظة التي يشعر الإنسان فيها أن ربه قد تاب عليه، ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه ومولاه. ولو سألت عبدا صالحا عن أسعد لحظة مرت به في حياته لقال لك حينما رحمني الله بالإنابة إليه. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله أحبه الله وأواه، بل وفقه لكل خير. وما إن يعود إلى الله حتى يقذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. عجبت والله من أحد الشباب التائب وقد اتصل يسأل، فلن أنسى ذلك السؤال، فقد كان سؤاله: أيجوز أن أحمل المصحف أثناء القيام في الليل؟ وسألناه: كم تقرأ كل ليلة؟ فقال: والله إني أختم يوميا 5 أجزاء في قيام ليلة. انظر رعاك الله كم يختم في قيام الليل، انظر بعد توبته كيف تغيرت حاله ووفقه الله لطاعته. فيا من تكاسل وتردد، يا من تكاسل وتردد في الطاعة والتوبة، يا من جره الشيطان جرا وأخذه الشيطان أخذا، إن الله يناديكم فاتقوا الله، إن الله يناديكم يا ملبي النداء، إن الله يناديكم يا عبادي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فإلى متى؟ إلى متى وأنت تتردد في العودة إلى الله وفي اللجوء إلى الله لكي تقف بين يديه معتذرا وتقف بين يديه نادما تائبا منكسرا؟ فتناديه من صميم قلبك وفؤادك، تناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، بعد أن ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها المعيشة الضنك، تنادي وأنت على يقين أن الله أحلم وأرحم، وأن الله أوفى وأكرم، وأنه وإن كانت ذنوبك كبيرة فالله أكبر من كل شيء.